مجد بيك؟ نعم. فينا نحكي شوي لو سمحت؟ تفضلي. أنا نورهان، كون رفيقتها لنهال. آه مرحبا. نهال ما رح تجي. ليش بقى؟ أنت شو عرفك؟ لأنه هي اللي بعتتني لهون لحتى أوصل لك هالكلمتين. شوفي صار لها شيء؟ الليلي نهال اليوم الصبح سافرت على ألمانيا. شو؟ راحت على ألمانيا؟ ايه. والله ما استوعبت، بس نحن متوعدين هون، يعني كانت تودعني على القليلة. لا ما بتعملها، ما رح تروح بدون ما تقلي صح؟ وقالت لي أعطيك هالرسالة. مجد حبيبي، كنت بتمنى ضلني جنبك. يا ريت يا ريت لو فيني اقضي كل عمري معك، اعزف وغني معك واضحك معك. بعرف انك بتحبني وانا بحبك كتير، بس الحقيقه اصعب. يعني لما يزول سحر الحب اللي بيناتنا شو رح يضل؟ اكيد رح تشوفني بشعه كتير وما عاد تحبني، وأنا ما رح أتحمل. حاول تفهمني مجد، أنا بحبك كتير ورح ضل حبك، بس طريقنا مانو واحد وما عاد نلتقي أبدا. إنساني نهال.
الله يلعنك، من وين طلعت لي انت؟ اوعكم تخلوا هذا الكلب يطلعها، ديروا بالكم يطلع لهون. هربوا هربوا مع السلاح. شاهد على روحك يا علي، شاهد لأنك أنت انتهيت. اصحك تأوس، اصحك، هيك بنموت سوا وكل اللي على السفينة كمان. عن جد السفينة فاضية وما فيها ولا نقطة بترول؟ ها؟ بعرف إنها فاضية، لو كانت مليانة كل هالوقت واقفة كانت غرقت. أنا قبطان وبعرف عنكن هون شي أخطر من البترول بكتير، كل الخزانات والمحركات هون بوريون مليانة غاز، وإذا وصلت منروح فيها كلنا. اللي كمان لسه شو في عندك حجج قبطان علي؟ كمل كمل. أوعك تقوس مننفجر. حاج تكذب علي. تعرف أنت غبي. أنت واحد غبي ولا فشرت؟ أنا بفهم قد بلد. أنت غبي. أنا بذكائي ربحت كل شيء. أنا اسمي كنان جتين. أنت غبي. لو أنا ما هيك ما ربحت. أنت واحد غبي. راسيا. ألف مبروك قبطان علي، لأنه مهمتك كانت صعبة، بس أنا كنت متأكد إنك رح تنجح لأنه واثق فيك. أعطيني شنطة يلا بسرعة. لا تحلمي بقرش واحد. أنت بيقول أنا ما بعمل شي بدون مقابل ومعك حق، صرت بتعرفني. ما رح تعرفي شي. معناها ما عرفني. مشان هيك قلتيلي لتحصلي المصاري منه. لك انتي اوسخ واحقر وحدة شفتها بحياتي. ما رح تعطيني شنطة مو؟ والله بقيت لك ما رح يفرق معي، وهلا بيشوف. القتل مو سهل وانتي ما فيكي تقتليني. من قبل ساعدتيني، لو بدك كنت. يا غبي، انا بوقتها ما بستفيد شي اذا انت بيموت. هات شنطة هي. لا 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 فكرتيني كنان؟
وبالبيت وين راحت؟ بيحمل حاله وبيروح، وما بيهمه إذا كان ينشغل بالي عليه. جميلة، شو صار؟ وشو أخبار غسان هلأ؟ أخذوه على السجن أمي. هو كمان راح فيها المسكين. نيفين كيفها؟ كيف رح تكون؟ مانا منيحة أبدا. ابني؟ شبك لك أمي؟ ها؟ شو في ابني؟ نهال سافرت أمي. لوين؟ ألمانيا. وقبل ما تروح تركت لي مكتوب وداع مثل أنستي. بس نهال عايشة. عايشة وبعيدة عني. خليكي انت. خير كمال؟ ما بعرف شو بدي لك، يعني من وين بده يجي الخير؟ شو القصة؟ الشرطة اجوا لعنا على الجمارك وحققوا مع الكل، لأنه باخرة من شركتكم كانت رح توصل على مالتيبي، بس انفجرت بنص البحر واحترقت. شو؟ وقالنا واحد من الشرطة إنه كينان كان على السفينة لما احترقت، ويمكن علي معه. علي ما كان بالبيت، ومعناها يمكن يكون لحقه لكينان. يا الله يا الله، دخيلك علي كمان هنيك. امشوا معي، امشوا، البسوا لبين ما احكي هالتليفون بسرعة. شعونا لورا يا سمحتوا، شعونا لورا، شعونا لورا. في ناس نفذوه. يلا يا جماعة، بين شي معكم؟ سفينة انفجرت، عم يشوفوا مين فيها. علي ابني عليها شي؟ علي كان على السفينة، بعتولي هيك. لك جميلة بنتي، علي هنيك. علي امي اهدي، طولي بالك، ما حدا بيعرف شي لسه. اهدي امي، هلا بنعرف. هنيك شي؟ اهدي امي اهدي. قولوا لي دخيلكم، قولوا لي، قولوا لي. بدي اعرف، طولي بالك. النار واصله لفوق، اكيد علي هنيك. لك جميله يا علي. اخي مين هذا اللي جايبينه؟ واحد متقوس، هو كمان كان هنيك وعم يجيبوه. الله دخيلك. الله كارولين. امي كارولين، هاي مو جميلة؟ ايه امي، هاي كارولين. لو سمحت، شبهها هاي الست متصوبة، وضعها كتير خطير. ما بعرف، بعدي من هون هلا. لحظة لحظة، لو سمحت، وضعها خطير، شي يقلي انا بعرفها لهي المرة. تعالي لهون لقلك.
امي مجد تعو. سيدي خلخانهم تعرف الست المنصابة؟ مظبوط مظبوط. مين هي؟ كارولين أكارسو، كانت مرت زوجي السابق. مرت علي أكارسو يعني؟ ايه علي أكارسو. ايه؟ ابني. لما قدرنا نلاقي كارولين خانهم بالسفينة كانت لساتها وعيانة على حالها، وقالت علي أكارسو أوصى. ما صار إلا سوا. وين علي؟ ما له أثر، هربان. خبر اليوم جرايد، تعال اقرا خبر اليوم، خبر اليوم، خبر اليوم، تعال اقرا خبر اليوم. رجل اعمال كنان جديد توفى بانفجار السفينه اليوم. خبر اليوم، خبر اليوم، مكتوب عن السفينه اللي انفجرت. خبر اليوم، جرايد، جرايد. نمت منيح؟ ايه نمت. مو بنوتتنا ما رح تخليني نام، فقلت بخزن شوية نوم. سهيل؟ نعم. ممكن اطلب منك طلب صغير؟ اكيد طبعا. شو هو؟ الليلة بدي انه نام عند امي. نام عند امك؟ انا حابة نسهر عندهم ومنروح على المستشفى كلنا سوا، مو احسن؟ ها؟ طيب مثل ما بدك. أنا فايتة ألبس. ماشي. والله دقرت. لا ما لمستني. دقرت. ما لمستني. عم بقول لك دقرت يا هيك نتوفة دقرت ما حسيت. طيب خلص مثل ما بدك يا غشاش. يلا دورك. اهلا وسهلا. اجا مصطفى. مصطفى بده ينام هلا يا عمري، يا روحي تعال عندي لنيمك جوا. أنا بحكي له قصة لينام. أمي سمعنا على الراديو إنه في باخرة انفجرت، وقال كنان كان بقلبها ومات عن جد؟ إيه مزبوط، نحن شفنا بعيننا السفينة وهي عم تحترق، مو ممكن حدا ينفذ منها أبداً. وأنتوا ليه جايبين مصطفى؟ كارولين متصاوبة وأسعفوها، والشرطة شاكين بأبوكي إنه هو مقوصة، وأبوكي هربان، وبعدها رحنا جبنا هالولد من الأوتيل لحتى ما يصفى لحاله هنيك. إيلين وسهيل إجوا. ها صحي، لا تحكوا شيء قدام إيلين، فهمتوا علي؟ لا السفينة ولا الانفجار ولا علي ولا كنان ولا عن شيء، وإذا سألتكم لا تحكوا. مساء الخير. مرحبا بنتي. كيفكم؟ كيف الحال؟ أهلا وسهلا نورتوا. زوجتوا لهلا بتجن بحضن أمها. أهلا وسهلا فيكم. البيت بيتكم. يعني بتسمحوا لنا ننام عندكم هي الليلة؟ طبعا، بكرة الصبح بنروح سوا على المستشفى. إيه ونحن قلنا هيك لحالنا. مجودة. تسلموا لي. نورت. عثمان. تيتي شو يا حلوة ما عرفتيني؟ أنا خالتك. إذا أصرتك مال حصة هيك رح يغاروها. ها شو هالخفية انت ولادي كمان. يلا تعو.
هلا أنا مبسوطة. الواحد بس يكون بين اللي بيحبه ما بده شي من الدنيا أبدا. يا ترى شو بدنا من الحياة؟ كل شي. والحياة شو بتعطينا؟ بس يلي بنقدر ناخده منها نحنا. ريحي حالك شوي مشان بكرة، عنا يوم طويل بالمستشفى. معك حق، قايمة نام. تصبحي على خير. تلاقي الخير. آه جميلة يا روحي انتي. شكرا كتير يا قلبي. على شو؟ لأنه قبلت تجيبني لعند أمي ولأنك حبيتني لأنك أبو بنتي اللي جاي. مع أنك أنت بكيتني كتير بس قدرت تخليني أضحك. شكرا لك حبيبي. إيلين نعم. أصحك تتركيني أبدا يا عمري. بترجاكي لا تتركيني. ما رح أتركك، رح أضل جنبك على طول لأني بحبك. ما رح أتركك، رح أكون معك. طيب
ألو ألو جميلة، مرحبا علي. لك علي وينك أنت؟ أنا منيح. بدي إياكي تجي هلأ، رح نقلك العنوان. أنت جد نيت؟ تأخر الوقت كتير. جميلة لو سمحتي تعي، الموضوع ما بيتأجل لبكرة لأنه مشكلة كبيرة، فهميني. رح تسلم حالك بكرة؟ لا جميلة، أنا بكرة رح سافر. تعي لازم شوفك هلأ. علي لا تحرجني لو سمحت. جميلة كرمالي. طيب رح أجي. وينك أنت؟ طيب ماشي استناني. شو القصة؟ مين ده؟ بابا؟ لا مو أبوك، هذا واحد من عمال المشغل. مو بكرة في عنا تسليم بضاعة، ما رح يقدروا يسلموها، لهيك عم يخبروني بنص الليل. ولو يعني هذا الشغل ومضطرين، بتصير ايه؟ تصبحي على خير. يلا نام، تلاقي الخير. أنا جميلة. استناكي هون يا خانو؟ لا لا تستناني. تعي من هون. أهلا وسهلا. أهلين. منفوت لجوا من هون على هي الدرجات.